دير بالك على البيت مو تطلع. ان شاء الله حبيبتي، حياك الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. عندي وياك 6 ساعات، واتوقع ان مطلبي مو بصعب. اليوم بتقول با با ألف باء تاء ثاء، نحن نريد الباء. باء هو ده اللسان، عاوزك تقول يا بابا من تحت اللسان. تحت قول بابا من تحت. من تحت. الله من رضى الوالدين. وأنت ومالك لأبيك. نحط له قفشة كركم ونزيد له من الكزبرة. إذن الله ما يخلصها إلا قايل لك بابا. اتق الله وقول بابا. ما في فايدة يا شيخ، ما في فايدة، الولد يبين عليه عاق من صغرته. افتح الباء الأولى وسكر الباء الثانية. شي افتح وشي سكن يا أستاذ، صعبت على الولد زيادة. البنكرياس ضغط على البه، عاوزين نعمل له MRI. يلا بارك الله فيك. قول به به مش انت لبيب. هوبا. بابا. قول بابا. با بابا. تبو زيد لك كزبرة؟ خاف ربك. قول به. افتح. قول ايه. ما تقول يا بابا. قول با. دقيقة واحدة، تحرك. سمعتك. تكفى، بعد مرة خلني أصدق. بابا. عيون بابا، قلب بابا، حبيبي. كنافة. شنو؟ بابا. أيوة. كنافة. كنافة. إيه؟ كنافة بالجبن؟ إيه. تتشرط بعد؟ إيه. قرت عينكم يا الجيرة، الأصلي رجع، الأصلي رجع. أخيرا رجع. أول الغيبة ويا بالغنايم معاه. الأصلي رجع. اللي عنده كوبي يتخلص منه. ستروا على روحكم، الله يستر عليكم. يلا لا تأخرنا. الأصلي رجع، الأصلي رجع. فهد. خلني معك يما. الحاضر يبلغ الغايب، الاصلي رجع. بسرعه بسرعه بنات، اخاف ما نحصل مكان. الاصلي رجع، الاصلي رجع، الاصلي رجع. شوي شوي يا جماعه، شوي شوي. وين عاخ نشوفه؟ تتوقع تغير شكله؟ لا وين تغير، هذا هو الاصلي. سكتوا خلني اصوره. انت مسوي كل هالفوضى، متاكد انه هاي الاصلي؟ متاكد يا يبا، ريحتك اطخه في راسي. هاي ريحه يا يما، انا وحده ما اشوف شيء. انت لو تصبرين يا يما شوي. أبو فاضل ريال عمره 53 سنة، ما يحب التفاصيل، ما يحب يعور راسه بشيء. طال عمرك هذه العطر قصته جدا جميلة. من الهند خذينا زيت الخردل والصندل، وعقبها رحنا فرنسا خذينا شمندر، وإحنا راجعين تاير الطيارة بنشر. أنا ما يخصني بالشمندر والبنشر، تبقى الريحة في الثياب ولا ما تبقى؟ أكيد تبقى. جيب 2. وحطيت لك عطر هدية بعد على زعتر. إيش هذا؟ It's beef sandwich sir. كم زود ليتو توميتو بوتيتو هلابينو كابتشينو فخفخينو. تو هذا ياكلو؟ Yes it's nice. جيب 2. باه تكفى زوقني زهرة، ابنية متفرقة ومتبخرة ومتعطرة وتوها متفطرة. أهم شي ما تفلسك بكرة. بالعكس باه، وتعرف تغسل الآلة وتقشرة. مبروك عرسك بكرة. هذه الأرض اللي قلت لك عنها يا أبو فاضل، 1000 متر وعلى شارعين، تراها خوش فرصة. نوقع بكرة؟ لا، إلا الأرض لازم أتأكد منها بنفسي. جولاند، التطبيق الأسهل لبيع وشراء الأراضي في سلطنة عمان.
مواقع ومعلومات عن الأراضي في مكان واحد. عقبتني الأرض، جيب ثنتين. باقي 3 دقائق. ترح ما خلصت؟ باقي لي آخر سؤال. يا الله سهل ذي والله. أستاذ هالسؤال ما درسنا يا من قبل؟ في أشياء حولتها عليكم بديهية. لا لا مستحيل درسنا هاي السؤال ما درسنا يا أستاذ. حول يا ولد إبراهيم حول. إبراهيم محصل أوفر من شركة وحصل أوفر خيالي من شركة إس. 5.5 دينار اشتراك شهري لأول سنة، 6 شهور اشتراك مجاني، الفايبر من نفس المزود، التحويل سهل وبدون انقطاع في الخدمة. ايش تنصح في إبراهيم يحول؟ يعني إبراهيم ناطر نصيحتي. استوعب يبا، يمكن كنت غايب. أنا غايب كنت؟ حول يبا، لا تتعور. حول حول، ممكن شيء ينشرح عاد. شغل مخيك. هذه من؟ إبراهيم اللي في السؤال. إبراهيم اللي في السؤال؟ والله شكلك غير في السؤال. ها يعني السؤال قصة حقيقية؟ تكفى فكني منه. في هذا السؤال يبين طريق ويبوني أنا أنصحك. أنا كلش مو مال نصيحة. نصحة؟ أنا مو محتاج نصيحتك. أنا حولت وخلاص. هس عاد. أنت آخر مرة تحط اسمي في السؤال. ما تسوى عليك تلك السالفة. انتوا كلكم محولين؟ حول يا الحول. لانك تستحق فايبر بسعر معقول، سوينا لك اروع باقة فايبر وبتحويل مباشر. ايش ناطر؟ حول. لحظة، انت ما تحس على دمك؟ احس فيني شوي قاعده معاك مسويه شعري، لبست لك كلمه واحده ما قلت لي. شويه اهتمام، شويه تقدير. لا حد يتحرك من مكانه، طالعوا الفلوس اللي عندكم. خير صاير هني؟ ام شاكر وجعفر بعد. اسمعني، كنسل ام راشد ويب معاكم جعفر وام شاكر. يلا خف روحك، يبهم سند وياكم سند. يلا ازدعي له. باي باي باي. ما دريت الحين تحلى القعده كل الالعاب عجيب. ام شاكر حرام عليك ما يفتح سند. ولا حركة يا جيل الحياة، ولا عيب حرك. جايبين حرب في بيتي؟ حطت لكم 4 قنابل، عندكم 30 ثانية. طلعوا الحرب. أم شاكر وين؟ أم شاكر الكوهية تستهبل؟ أم شاكر انقلبت شوار مدياي؟ وين معبود؟ معبود الكوهية لحم زيارة طحينة. أم جعفر، طلع أم جعفر. أم جعفر كلها مصابر. طلع بجعفر، طلع بجعفر. وين طلع بجعفر يا اخوي؟ الحين ما يصير. عبالكم غشيمة؟ انا غشيمة؟ ها انا سمعت الضحكة بنية. طلعوا الحريم. حبيبتي انت فاهم الموضوع غلط، هاي ضحكة خلود. اضحك الضحكة بعد مرة. انا سامع اسم ام سند. ام سند وين؟ ام سند مايات، اقصد خلود ما يبقى معاه. لا لا لا، انتم ما منكم امان يا ريايل. باقي 10 ثواني، طلعوا الحريم.
ما فيها حق اللحنة. حبيبتي هدي والله ما أنا مو خشيمة. وين رايح؟ وقعت ثواني يقول لك صدق. بلا زلة الإخاء. ما فيها حل لحنة ما في حل في البيت. تتوقعون من جبت معاي؟ من؟ أم سند اللي ما يبها خلود. إيه حياها حياها أم سند. ما حد غريب حياها. قوم قوم أم سند. يلا يلا وين؟ انت جايب لي الورد؟ ليش تسوي كذي؟ شيك بتصيح زين؟ تستاهل انت. تسلم العشير. بس والله ردها لك. تقول وطول العضيد، ما داعي هالسوالف. انجوي انت الحين. اوكي الحب. اذا في شيء كول مي ها؟ انا ماشي. تحمى بروحك. ما قلت بتمشي؟ أبغى أتأكد عجبتك الهدية. وايد حبيتها.